السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج مقاصد، انتشر وسم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خلع فتيات حجابهن ومجاهرتهن بذلك أمام عدسات المصورين. هذا الفعل يأتي في سياق بعض مظاهر التفلت من الشريعة والانحراف عن أحكامها التي تظهر بين الفينة والأخرى. في هذه الحلقة من برنامج مقاصد نتوقف ليس مع ظاهرة التفلت من شعائر الإسلام بذاتها. وانما عن فعل ذلك في جو من الجراه ربما يكون غير مسبوق نبحث عن الاسباب وعن المنهج الذي وضعه الاسلام للتعامل مع مثل هذه الظواهر اهلا بكم هذا الموضوع نضعه على طاوله الحوار مع الدكتور عمر عبد العزيز القرشي رئيس قسم العقيده ومقارنه الاديان في الازهر سابقا. اهلا ومرحبا بكم دكتور. اهلا وسهلا موضوعنا حقيقه يعني هو من وحي الواقع، هناك ازمات كبيره وكثيره تعصف بالعالم الاسلامي وربما يقول قائل بان هذا ليس من المواضيع الاساسيه التي يعني مقارنه بالقضايا الكبرى التي تحصل في العالم الاسلامي، لكن هذا من ذاك كله يجب ان يناقش ويبحث على مائده الحوار. دكتور بدايه موضوعنا مركب، نريد ان نبحث معك المقصود بالشعائر، ما معنى الشعائر الاسلام؟ ثم بعد ذلك لو تحدثنا عن المقصود بالانحراف او التفلت من هذه الشعائر. تفضل. اعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتحية موصولة إلى حضرتك وإلى السادة المشاهدين جميعا أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه السؤال حول الشعائر حول الشريعة كمقدمة ومدخل لهذه القضية احب ان اقول هناك مصطلحات وضعت لبيان بعض الاساسيات والكليات في الاسلام ويكون بينها العموم والخصوص فاسلامنا مثلا نقول الاسلام عقيده وشريعه واخلاق فجاءت العقيده كاساس والشريعه كبناء والاخلاق كثمره يمكن ان نطلق لفظه الشريعه ويراد بها الدين كاملا فنقول شريعه الاسلام ويراد بها دين الاسلام فهذا شيء بخلاف المصطلح الاخر الاسلام عقيده وشريعه واخلاق كذلك بعض العلماء يتكلم عن الاسلام فيقول الاسلام شعائر وشرائع شعائر امور تعبديه شرائع احكام وحدود وتذكر هذه الكلمه عند التفرقه بين ما هو مسموح لنا وما ليس مسموحا لنا فيقول سمحوا لنا بالشعائر يعني سمحوا لنا بالصلاه فيقول لك صلي ما حد يمنعك من الصلاه هذه اذا كانت العلمانيه مثلا غير متعنته وغير مغاليه ستسمح لك بالصلاة. مغالية تغلق المساجد وتجعلها اسطبلات. يبقى يسمح لك بالصلاة كشعيرة. بالزكاة ان شاء الله تزكي بكل مالك. الصوم، صوم رمضان وصوم طول العام ولا يهمك. الحج ما استطعت. إذا هذه نسميها شعائر في الوقت الذي يقال لك حسك عينك تفكر في, الشع... في الشرائع. يقول الاسلام في حدود الاسلام في احكام في ديات في قوانين. في جنايات في قوانين الاسلام ينبغي ان يسير العصر، الاسلام ينبغي ان يحكم، الاسلام ينبغي ان يسود، الاسلام ينبغي ان يقود هذه القضيه التي كان يركز عليها كل مجدد من مجددي الاسلام في كل قرن من القرون يقول لك لا ابعدنا عن هذا، ابعدنا عن كلام ابن تيميه وكلام ابن عبد الوهاب وكلام المودودي وكلام سيد قطب الكلام في قضية الحاكمية والنظام والإسلام وحتى الأستاذ حسن البنا والإسلام دين شامل كامل المهم يعني أنت خد من الإسلام الحتة الحلوة البسيطة اللي معلهاش مشاكل وتبقى كده كيوت وحلو وإحنا نحبك وده الدين اللي بتدور عليه أوروبا وأمريكا إنه يعود إنه يبقى في دين كده بسيط يعني ما دمنا ما قدرناش نقضي على الإسلام قضاء كاملا كالشيوعيه مثلا يبقى عندنا بديل عن الاسلام الكبير ده الاسلام الصوفي ويروح السفير الامريكي عندنا في مصر يحضر الموالد الاسلام الشيعي ويبقى في شويه لعب كده ومداعبات مع ايران بين الفينه والاخرى لكن الاسلام الشيعي حلو قوي بالنسبه لهم الاسلام الصوفي حلو قوي الاسلام المدخلي المهم اسلام كيوت كل همه الشعائر فقط الشعائر لكن حسك عينك تتكلم عن الحكم وعن الحاكم وعن الكرسي وعن النظام والشمول والكمال انت مين انت سيد قطب ولا ايه لا تعالى لي الارهاب بقى يشتغل إذا تقصد دكتور أن الشعائر هي جزء من الشريعة وهي القضايا الممارسة الأحكام بعض العبادات الممارسة أو العبادات الممارسة نعم على الجوارح والأركان نعم طيب, طيب إذا ما أردنا أن قبل أن نتحدث عن المظاهر إذا ما أردنا أن نوصف من الناحية الشرعية المقصود بالتفلت من من شعائر الإسلام وأحكامه ما المقصود بذلك؟ آه الإسلام كله لا يتجزأ وفي ظل الالتزام بالاسلام بنلتزم بالاسلام عقيده وشريعه واخلاق لكن اذا لم يكن للاسلام هيمنه فيبقى هناك تفلت من الاسلام يبدا ممكن من القمه وممكن من القاعده من القمه كان يكون الحاكم غير مهتم الا بنفسه وبكرسيه ومنصبه فيدع الناس يتفلتون من احكام الشريعه والناس يرون الحكام والملوك على تلك الشاكله فاخذون بقول القائل الناس على دين ملوكهم فيبدا التفلت من الشريعه شيئا فشيئا ربما بدا التفلت يسيرا ربما بدا التفلت في في جزئيات في سنن في هيئات وتجد من يقول يا اخي ما تشددش على الناس دي هيئه دي سنه شوف كلمة سنة كان إذا قالها الصحابي دي سنة يعني معناها يعني يموت دونها يلتزم بها، لكن احنا عندنا سنة يعني خلاص ايه المشكلة يعني لا عليك. وطبعا حطوا السنن كلها في باب فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب، وليست السنة كلها كذا فبالتالي بدأ التفلت من السنن، وبعد التفلت من السنن بدأ يدخل التفلت شيئا فشيئا، يدخل في الفرائض، يدخل في الشرائع وهكذا مسلسل. للتفلت من الشرائع ومن الشعائر كالتفلت من العقيده او هدم العقيده عن طريق الفرق الضاله من الايمان بالقضاء والقدر الى ان وصلوا الى التفلت من الايمان بالله ووصلنا في عصرنا هذا الى الالحاد هذا يقودنا الى سؤالك عن عن مظاهر هذا التفلت كما تراه في واقعنا المعاصر مظاهر التفلت سؤال واسع كبير لم يترك التفلت جانبا من جوانب الدين الا وانغمس فيه، ما في جانب في الحياه الان الا وفي تفلت امثله على ذلك اولا الشريعه التي تحكمنا مهجوره ليست موجوده على ارض الواقع ولا في بلد من بلاد العالم الخلافة الإسلامية هذا العقد الذي ننتظم تحته وتنطوي كل الأمة تحته ليس موجودا من سنة 1924 يعني قبل 96 عاما العقيدة وفهم لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله بأن نقولها ونفهم معناها ونتجنب نواقضها هذا في تفلت كبير جدا واوجد الفكر الشيعي والفكر الصوفي وهكذا التفلت الموجود عند الفرق الضاله في صوره التفريط فضلا عن الافراط في افراط من جانب وتفريط من جانب والاسلام يرفض الافراط والتفريط كما عندنا خوارج عندنا مرجئه خوارج يتشددون اما المرجئه فهم يتسيبون لدرجه انه مثلا لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه المرجئه كفرقه ماتت من زمان لكن فكر الارجاء موجود في قلب وعقل ولسان كل مسلم الان الا من رحم ربي بدليل انك امه مبتوته الصله بالله اهم معالم الدين بعد العقيده ماذا؟ الصلاه الصلاه نعم قل لي واعمل استبيان حضرتك كم عدد المسلمين الذين يصلون والذين لا يصلون لكن الذين يصلون كثر والمساجد ممتلئة غالبا لا هكذا تراهم لكن حقيقة بالنظر إلى العالم الإسلامي وعلى قدر ما الإنسان تنقل في العالم يجد أن الكثرة الكاثرة لا يصلون على مستوى المسلمين <applause> بنسبة تصل إلى 80% لا يصلون وأما الذين يصلون فتفلت في الصلاه ايضا الصلاه التي يمكن ان يؤخر الفجر الى ان يخرج للعمل والظهر اللي مع العصر والمغرب اللي مع العشاء واللي ممكن اربع اوقات بعد ما يفوق ويروق هذا يدخل في نطاق التفلت من الشعائر من الشعائر اول شعيره في الاسلام اذا لم تؤدى الشعائر على اصولها وفقها وفق المراد الشرعي منها هل يعتبر هذا تفلتا من الشعائر يعني كلمه تفلت هي شويه بسيطه يعني هينه والا أن اقول لك الذين يصلون لا لا يحافظون على الصلاه لا يحافظون على الجماعات لا يحافظون على الذهاب الى المساجد هذا كله تفلت طب اذا صلى في المساجد ومساجد هنا ما شاء الله مثلا ممتلئه بالناس ولكن هم الذين خرجوا على المعاش كما نقول يعني بو فوق ال60 و65 ويعني يقولون نحن نعمل عملا صالحا نذهب به الى الدار الاخره حقيقه ليتهم ما صلوا او هؤلاء الذين يقولون يقول فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل تخيل الصلاة المفروضة لا تزيد عن دقيقتين ونصف أو ثلاث دقائق في حين أنه يصلي سنن بالعشر دقائق ويقول أذكار بالعشر دقائق ويقرأ القرآن يمكن تصل لنصف ساعة في الفجر وعشرة في بقية الأوقات يا أخي خذ شوية من هذا خذ, خذ بعض الدقائق وضيفها على الفريضة خليها تقبل أدي فيها ركن الطمأنينة اتق الله في صلاتك ماذا بقي لنا من الدين انتقض الدين لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة قال العلماء فإن ضاعت الصلاة ضاع الدين كله نحن لم يتوقع عندنا إلا الصلاة والصلاة لمن يصلي ينقرها نقر الغراب وينبشها نبش التراب تفلت التفلت من فريضة الزكاة كم من المسلمين يزكون؟ كم من المسلمين يزكون؟ والله الذي لا اله غيره لو اخرج المسلمون زكاتهم ما وجدت في عالمنا الاسلامي جائعا ولا عريانا. لان الله فرض الزكاه على الاغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء. فاذا جاع الفقراء او عروا فببخل الاغنياء، والله لو اخرجنا زكاه الركاز فقط يا رجل. زكاه الركاز فقط ما كنت تجد المجاعات في العالم الاسلامي. هذا تفلت في شعيره من شعائر الاسلام او فريضه من فرائض الاسلام وانتقل من الصلاه والزكاه الى الصيام الى الصيام قل لي وانت تمشي في شوارع اسطنبول في شهر رمضان هل تحس اننا في بلد مسلم؟ ما عدد الذين يفطرون؟ كم عدد الذين يدخنون؟ رجالا ونساء كم كم كم؟ اليس هذا تفلتا؟ من فرائض طيب إذا أنت تمشي في الشارع المسلم في أي بلد مسلم، ماذا ترى بالنسبة لمظاهر التبرج في المسلمات؟ أو حتى المحجبات؟ أولا المتبرجات أصبح التبرج يفوق كل وصف. أصبحت المرأة تمشي في الشارع، أنا أقول ماذا تركت المرأة لحجرة نومها مع زوجها، وهي تمشي هكذا في الشارع. لنظرة عابرة حتى لا يقال هو الشيخ بيشوف الحاجات دي هو الشيخ ما هو لازم ينظر لانه ممكن يقود سياره ولازم لانه يمر على يجتاز شارع او كذا نحن امرنا ان نغض البصر لكن النظره المفاجئه انت تفاجأ بانك ترى امراه تقول يعني هذه ماذا تركت لزينه زينه لزوجها على السرير في حجره النوم تبرج يعني سافر سافل بكل المعاني واما المحجبه فقد تهاونت هي الاخرى وتفلتت واصبح في تفلت في الحجاب الاسلامي بعد ما كان الجلباب ما شاء الله والخمار ما شاء الله الان لا تكثر الخمار هي إيه طرح لف العباءة خفيفة شفافة العباءة ضيقة العباءة تحدد ملامح الجسم والمفاتن في المرأة وخاصة الصدر والوسط وما إلى لا ما. تفلت 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 في كل شيء تسألني سؤالا يحتاج مني إلى حلقات متتابعة <applause> نعم دكتور يعني الامر لم يعد مقتصرا على موضوع مظاهر التفلت من شعائر الشريعه وانما هناك جراه كما لاحظنا في الاونه الاخيره وسم انتشر على وسائل التواصل المجتمعي تحرري من حجابك ان الامر صار فيه نوع من الجراه امام الكاميرات عدسات الكاميرا تصور تسجيع نفسها وربما ترقص وهي تنزع الحجاب عن نفسها هذا كيف كيف يعني مثل في مصطلح بيقول عليه المراه السنجل يعني هو فري فروم حجاب يعني بالانجليزي المهم يعني آه دكتورنا المقصود بهذه القضيه هل من تفسير لهذه الجراه التي ربما ليست مسبوقه بين المسلمين في تاريخهم ما سر هذه الجراه على التفلت من شعائر الاسلام على الملا والله يعني فيما يبدو لي كما ورد في الحكم من امن العقوبه اساء الادب من امن العقوبه اساء الادب في امن للعقوبه في ناس في تشجيع اعمل اللي انت عاوزه تطمن مش هتجد صحوه اسلاميه تطاردك ولا تقف ضدك ولا الحاكم لك عملت كذا لي ولا الحكومه هتقولك كذا لي والناس على دين ملوكهم عندنا يا اخي في السنه التي امسك فيها الرئيس مرسي الحكم وجدنا إقبالاً على الدين لمجرد أنه جماعة المتدينين أمسكوا بزمة الأمور وبزمام الحكم إقبال على الدين ما كاد يأتي الانقلاب إلا ومعه الانفلات بصورة رهيبة المنتقبة تحجبت والمتحجبة تفل خلعت الحجاب واللي كان يروح المسجد يصلي بطل يروح المسجد ليه؟ الناس على دنيا ملوكهم ثم أنه في اشارات طلعت اعلاميه وحكوميه على انه اعملوا اللي انتم عاوزينه لانه خلاص استطعنا ان نقضي على الاسلام وان نقضي على الحكم الاسلامي وعلى الخلافه وعلى هذا البعبع والاخوان المسلمين لو اذنت لي دكتور يعني انت ذكرت كلمه في مستهل اجابتك على هذا السؤال الاخير انه من امن العقوبه اساء الادب نعم يعني هل هل افهم من كلامك ان ما ما يثار من حديث حتى بين بعض العلماء المسلمين والمفكرين والنخب الاسلاميه ان قضيه الحريه الشخصيه لا تتعارض مع الاسلام بمعنى أن المرأة إذا أرادت أن تنزع حجابها لا إكراه في الدين أن تنزع حجابها فلا سلطان للمجتمع عليها ما لم تقع ضررا فادحا بالمجتمع هذه ليست حرية شخصية كيب. ولا إكراه في الدين لابد أن تفهم فهما صحيحا مه. لا إكراه في الدين قبل أن يسلم لا نكره احدا على ان يدخل في الاسلام والا اسلم نفاقا يسلم بظاهر القول ولا يسلم بالباطن، طيب اما وقد اسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، اسلمت هذه المراه فلا بد ان تتحجب واسلم هذا الرجل لابد بد ان يصلي وهنا و... يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولكن اجبار النساء على الحجاب، الا ينتج هذا يتسبب في تفشي ظاهره النفاق هي بمعنى هي أنها تمارس شعائر الإسلام لا ملزمة على ذلك وحينما لا لا أول فرصة هي أسلمت ومتى ما أسلمت يعني ينبغي أن تفهم ما معنى الإسلام الخضوع والانقياد والامتثال ونقنعها ونعلمها ونفهمها جميل وبالراحة وبالحكمة و لكنها لا تريد أه؟ لكنها بعد ذلك لا تريد أليس <applause> من حريتها الشخصية ومن حقها أن تنزع حجابها لا ليس من حريتها الشخصية إذا الإسلام يعارض الحرية الشخصية آه القضية ليست معارضة للحريات على قدر ما هي مسلمة أو غير مسلمة يعني نحن عندنا مثلا الكافرة آه نحن نقول ليس بعد الكفر ذنب لا بنعارضها في تبرجها ولا عريها ولا حتى في ممارسة البغاء لكن المسلمة نعلمها أن الإسلام يلزمها بدين وبأحكام وبفرائض وسنن وأوامر ونواهي وح. حدود نعلمها بلانة. ولا نلزمها معناها. طبعا نحن يعني نقدم التعريف ومعه التلطيف ومع التلطيف بعده يكون التخويف وبعد التخويف يكون قدر من التعنيف يعني في في ضوابط في الاسلام وفي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه من الذي وجادلهم بالتي احسن من الذي يمارس التعنيف في, في مثل هذه الحالات على ولي الامر ولي, ولي الأمر. ليس الكبير فقط كل مسؤول في حدود ولايتي ولي أمر فأنا كأب ولي أمر والزمت. ومارس العنف مع مع أولادي إذا رأيت من أولادي خطأ فأنا أزجرهم قسى ليزدجروا يعني الأب رحيم ولا, ولا, يحب أن يكون هناك أحد أفضل منه إلا, أو إلا أولاده فهو في هذه الحالة يعني أحيانا يجد ابنه أخطأ أو ابنته أخطأت فانه يزجر ويعنف كاب والزوج مع الزوجه فعظهن وهجرهن في المضاجع وماذا عن الزوج والاب اذا ما كانوا راضين عن خروج نسائهن هذا كالحاكم الذي ترك الحبل على الغارب هنا هي تبقى المسؤوليه قوا انفسكم واهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن هنا يبدا التفلت ومن هنا تقع دائره المسؤوليات ولذلك مسؤوليات كبيره مسؤولية من البيت، من الاسرة اولا قبل ان تكون من البيئة وقبل ان تكون من الحاكم وقبل ان تكون من المدرسة ومن الاعلام في جهات مسؤولة كثيرة عن مجتمع مسلم صالح كانت هذه المؤسسات تؤدي دورها وقتا ما فكانت المجتمعات صالحة والفساد فيها نادرا على عكس الآن. قلبت القضيه حقيقه يعني اشعر ان هذا الحديث ياخذنا في حلقه في في حلقه حلزونيه يعني الموضوع يتشعب ويدخل في التفصيل يعني ثمه من يقول بان من ربما من مظاهر التفلت ان المراه لماذا يفرض عليها ولي امر دائما لماذا لا تكون حره بشخصيتها المستقله القائمه بذاتها لماذا يجب ان يكون عليها ولي امر دائما وهذا امر مطروح للنقاش على نعم. الساحه الان هل هذا إهانة ولا تكريم هذا ثمة من يقول انتقاص من قدرها وعقلها ومكانتها أبدا أراد الإسلام أن يكرم المرأة فجعل لها ولي أمر على مدى مراحل حياتها لا تسافر إلا بإذنه لا القضية أكبر من أن تسافر أو لا تسافر، القضية ولي الأمر هذا ينفق عليها طوال حياتها الأب إلى أن تتزوج الزوج إلى أن يموت عنها الابن مع أمه الأخ مع أخته هي في كفالة رجل يصونها يحافظ عليها يكفلها يكرمها يكرمها تكريم و... المرأة في الإسلام وهي واجب. طفلة هي جنين حرم الإجهاض وتحديد النسل وهي طفلة حرم وعد البنات وهي بنت أمر بتعليمها و. وإكرامها وهي شابة فتاة لا تتزوج إلا بمن تحب وترغب وهي زوجة لها حقوق وهي أم لها من التكريم ما ليس للأب لها ثلاثة أضعاف وهي وهي تكريم مظاهر تكريم آه لماذا المرأة أخذت تطالب بالمساواة في المجتمع الأمريكي حتى تساوت بالرجل تماما فلما وصلوا إلى حد التساوي صارت المرأة هي التي تتمنى أن تكون في حضن الرجل وتحس انها لن تستغني عن الرجل في ولا عن عضلاته المفتوله ولا عن حمايته لها ولا عن كذا ولا عن كذا فصارت بعد ان وصلوا لمرحله المساواه عادت تطالب ان تكون امراه وان تعود الى البيت وان تحس بانوثتها الاسلام لانه تشريع من خلق فعلم فحكم فعل هذا بدون هذه التجارب التي مرت باوروبا وامريكا والتي اوصلت المجتمع لهذا المستنقع الاسن والذي يراد لهذا المستنقع ان ينقلب عندنا. حقيقه في هذه المساله يعني اقل ما يمكن ان يقال بان اتسع الخرق دكتور وهذا الموضوع يحتاج الى الحديث عن الاسباب نبحث هذا الامر بعد الفاصل لو سمحت لنا هذا فاصل قصير ومن ثم لنا عوده. <applause> اسعدكم الله هذه عوده لمواصله الحديث في ظاهره التفلت من شعائر الاسلام وحديثنا في هذه الحلقه دائما مع الدكتور عمر عبد العزيز القرشي. اهلا بكم مره اخرى دكتور. مرحبا واهلا وسهلا. لا شك ان مظاهر التفلت طرحت في قبل الفاصل جزءا منها من من هذه المظاهر وهي كثيره حقيقه ومتشعبه. السؤال هو هذه الكثره تدفع باتجاه السؤال عن عن اسباب هذه الظاهره وانتشارها وشيوعها في المجتمعات المسلمه. نعم. اولا عدم فهم الاسلام. الاسلام دين شامل كامل دين فيه خاصيه الربانيه حيث هو رباني الغايه والوجهه. ورباني المصدر وانساني يتمشى مع الانسان في كل احواله وواقعي لا يخرج عن حدود واقعه احيانا يرتقي به الى المثاليه دين في وضوح دين في شمول دين يجمع ما بين الثبات والمرونه ثبات في الكليات مرونه في الجزئيات ثبات في العقائد مرونه في التشريعات وهكذا من لم يفهم طبيعة الإسلام يتفلت منه آه الإسلام وضع مسؤوليات على كل حد على كل حد أو على كل أحد من أكبر رأس وهو الحاكم الأمير الخليفة سمه الأسماء المختلفة في هذا المعنى هو راعي فهو مسؤول مسؤوليه كبيره جدا ثم تتنزل المسؤوليات الى اقل واحد في المجتمع كما في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته هذا متفلت الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته وهذا متفلت صار يعمل اعمالا مش العمل الاساسي وعمل اضافي لكن اين المشكله الأساسية؟ انا اقول لك يعني هو هذا الاب اللي تفلت وصار عمل نفسه وزير تموين وما لي دعوه بالبيت ولا لي دعوه بالتربيه ولا لي دعوه باصلاح الاخطاء والام كمان ممكن تعمل هي الاخرى واذا لم تعمل هي تتفلت ويبقى ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلا إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها لغاية لما تصل, تصل حدود المسؤولية لمين والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اذا الاسلام هنا بيديني حدود المسؤوليه. كل واحد من هؤلاء المسؤولين بيتفلت من مسؤوليته فيكون هذا من اكبر الاسباب لهذا التفلت الذي نتحدث عنه. لكن دكتور في زماننا هذا حقيقه أن الاسره لم تعد تستطيع ان تفعل بمفردها شيئا. صحيح. فلذلك ربما لا تلام الاسره لان مثلما تفلتت الفتاه تفلت ابوها لاسباب ربما يشتركان فيها. نعم. السبب انا الجوهر. معك لكن ليس على على الجمله انما اقول الاسره ليست وحدها هي المسؤوله ولم تكن الاسره يوما ما هي وحدها التي تربي كانت الاسره تربي وكان المسجد يربي وكانت المدرسه تربي وكان الاعلام يربي الان ما في تربيه من خلال الاعلام بل الهدم ما في تربيه في المسجد بل أصبح دور المسجد ثانويا جدا قد يصلى فيه أو لا يصلى فيه المدرسة ما تؤدي دورها حذفوا كلمة التربية من من اسم الوزارة عندنا كان عندنا وزارة تسمى التربية والتعليم فحذفوا كلمة التربية واكتفوا بالتعليم فصارت لا تربية ولا تعليم البيت تفلت الله يعني لا الإعلام لا المسجد لا المدرسة لا البيت قل لي كيف تنشأ هذه المجتمعات الشاعر قديما يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عواده أبوه وقال الآخر إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم والرقص الأسرة الآن متفلتة ومن أهم أسباب التفلت غير الجري في الدنيا لأنه الغلاء والبلاء يجعل الرجل يعمل يريد أن يعمل 24 ساعة عشان يكفي مصاريف البيت والاسره والتعليم والنفقات والتعليم الخاص والتعليم الغير مجاني كذا وكذا طيب الاسره كمان هدمها الاعلام الاعلام اللي بيعمل كذا زمان عندنا عباره عن قناتين وحاجات ساعات محدوده وكذا لا الاعلام الان سما مفتوحه وقنوات مفضوحه مئات والاف القنوات تعمل ليل ونهار والأولاد بيشاهدوا وبعدين بجوار الإعلام اللي كنا بنتكلم عن القنوات المفضوحة هذه أصبحت المواقع والموبايل هذا فضلا عن التاب واللاب والأشياء هذه الألو اللوح الرقمية كلها آه كل هذا في أيدي الأولاد الصغار ليل ونهار ولا طالما الأب يقول ناموا يا أولاد الأم ناموا يا أولاد ناموا إيه لكن أمامه يعني شيء لا 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 يجعله يستطيع يغمض عينيه مع التقنيه لكن لو اذنت لي لو اذنت لي معذره يعني ربما جنابك تتحدث الان في قضايا كلها قد تكون هي عوارض ونتائج وليست أسبابا دعني أعود معك إلى الوراء قليلا ثمة من يربط هذه المظاهر التي يعني استفدت في الحديث عنها من يربطها ببعد تاريخي ربما نعم. مرتبط بقضية بدخول القوى الغربية إلى بلاد المسلمين والعمل على حرف مسار التصورات عند المسلمين بحيث أن الإسلام نفسه لم يعد واضحا في ذهن المسلمين ماذا يمكن أن يقال في هذا السياق؟ نعم يقال أن الضياع هذا والتفلت نتيجة جهل الأبناء وكيد الأعداء <applause> كلاهما سويا لكن جهل الأبناء ربما يكون مثلا من, من 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 كيد الأعداء ومن فساد التصورات لا تكاد تعرف أيهما الأثر والمؤثر ربما هذا يؤثر في ذاك والعكس يعني الأمر محتمل يعني لكن المسألة فعلا كذلك يعني الإسلام يحارب من قبل أعدائه ومن قبل أبنائه كيف من قبل أبنائه بجهلهم؟ بسماعهم لهؤلاء المستشرقين الاعداء للاسلام والمسلمين هذه مساله كبيره عنوان كبير نعم عنوان كبير كما ان عندنا عناوين كبيره ايضا في اسباب التفلت لما يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الضلال المبين اللي فيه المجتمعات الان كما كانت الجاهليه الاولى صارت الجاهليه الحديثه ما هي مظاهر الضلال المبين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه كذلك افحكم الجاهليه يبغون اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى أربع جاهليات كانت موجودة في المجتمعات الجاهلية قديما من أجلها أرسل الله محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور هذه الجاهليات القديمة عادت في الأمة من بين صور التفلت الموجودة الآن ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهليه. الموضوع حقيقه متشعب واحيانا حتى يقع التداخل ما بين المظهر والسبب الاسباب والم... وال, وال... لكن والأس... والمظاهر دعني انتقل معك أو الوسائل مس... والاساليب الى الى مسار اخر دكتور نعم ماذا عن عن غياب الاسلام كاطار للدوله والقانون في المجتمع؟ الى اي مدى يمكن ان يكون هذا سببا رئيسا في آ... انحراف التصورات في حصول حالات التفلت بين المسلمين يعني بمعنى انه ليس هناك دوله ترعى دوله بالمعنى القانوني بالمعنى السلطوي ترعى مصالح الاسلام كما هو في صورته الصافيه النقيه المستمده من القران والسنه، هل يمكن ان يكون هذا سببا جوهريا فيما يحصل الان في المجتمعات المسلمه؟ هذه هي القاعده الكبيره. هذا هو التصور الكبير والكبير جدا. هذه هي التي ذكرناها في أول أسباب الإمام راع ومصنوع الرعية ليس عندنا إمام ليس عندنا إمام ليس عندنا راعي وليس عندنا دولة مسلمة أو إسلامية ولا يفهم هذا منه التكفير لا لا طبعا حتى لا يقال إنما دولة مسلمة على غرار مدينه النبي عليه الصلاه والسلام على غرار المسلمين في ايام الخلافه الراشده على غرار المسلمين حتى ايام الخلافه العثمانيه ليس هذا موجودا فغياب الحكم الاسلامي غياب دور امام المسلمين غياب دور الدوله الاسلاميه ده العنوان العريض طيب. السبب الواسع الذي تندرج تحته كل الاسباب فيكون على شاكله الانسان اللي بيعمل رساله فيقول الباب وتحت الباب فصول وتحت الفصول ابحاث وتحت الابحاث مطالب وتحت المطالب يكتب اولا وثانيا وثالثا وتحت اولا يكتب واحد واحد اثنين ثلاثه وبعدين يدخل على ابجد هوز بالطريقه الاكاديميه هذه العنوان العريض الذي ذكرت حضرتك هو كذلك عنوان عريض وتاتي تحته كل التفريعات. طيب دكتور حتى نفكر ايضا بشكل عملي اكثر يعني غابت دوله الاسلام. ماذا عن المؤسسات الاسلاميه؟ في العالم الاسلامي الالاف المؤلفه من العلماء ومن كبار العلماء ويعني حتى ربما بعضهم قد يكون في مرتبه المجتهد ومع ذلك غابت المؤسسات الاسلاميه التي قد تخفف نسبيا من اثار غياب الدوله في درء مفاسد التفلت من شعار الاسلام. لماذا غابت هذه المؤسسات؟ غابت لماذا؟ لأن سطوة الظلمة في الداخل ومكر الأعداء في الخارج أكبر من حالنا ولأخطائنا و... ابتلينا نحن ربما تفرقنا ربما كنا على شاكلة منكم ما يريد الدنيا كذا كذا الم... المؤسسات الإسلامية الآن ليست موجودة دورها باهت تماما وفارغة العلماء الصادقون قتلوا او سجنوا او هجروا الذين قتلوا رحلوا الى الدار الاخره والذين سجنوا لا لوم عليهم ولن تجد لهم صوتا والذين هجروا انفلت زمامهم وتفرقوا شذر مذر هؤلاء الصادقون من العلماء ولم يبقى عند دولنا الا من يعمل لصالح الحاكم وينافق الحاكم ويخرج على التلفزيون ليكون حكوميا اكثر من الحاكم ومنافقا اكثر من المنافقين وملكيا اكثر من الملك هكذا الذين نراهم اقول الا من رحم ربي لماذا اقول الا من رحم ربي وانا لا اذكر احدا يعني يمكن مرحوما. ان يستثنى طيب يعني وصلنا إلى الحديث عن المنهاج بعد الفاصل سنبحث معك دكتور عن المنهاج الذي وضعه الإسلام لمعالجة مثل هذه الظواهر وقفة أخيرة تتبعها أو وقفة أخيرة تتبعها وعودة لاستكمال هذه الحلقة اهلا بكم دكتور يعني تحدثت عن الشعائر وتحدثت عن الانحراف الحاصل او التفلت من مظاهر وشعائر الاسلام وتحدثت عن الاسباب غصت بعيدا في موضوع الاسباب ذكرت كثيرا من لو لو اذنت لي ان بنصف دقيقه ان الخص ما ذكرته بانك حصرت الموضوع في مسؤوليه اولياء الامور ومسؤوليه السلطان وكل راعي في المجتمع المسلم غابت او تراجع عن مسؤوليته لكن بعد ذلك وصلنا الى الحديث عن المنهاج الذي وضعه الاسلام الحل الذي يضعه الاسلام لمثل هذه الظواهر ونحن نرى ان المسلمين يتفلتون من احكام الشريعه بلا رقيب ولا محاسب ولا معاتب ولا ناصح حتى هل من منهاج اسلامي واضح ومحدد لمعالجه مثل هذه الظواهر نعم وهو من البدايه اول ما انزل من القران اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هذا اول الطريق المسمى بالعلم والعلم النافع العلم بسم الله لكل مسلم لكل مسلم فرض عين طلب العلم فريضة على كل مسلم ولا نحتاج كلمة مسلمة الضعيفة في الرواية لأن كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى العلم أولا إطلاقا والعلم الذي يصل لدرجة اليقين لا شك فيه ولا ارتياب هذا العلم لا يكون مجرد علم والا يضر ولا ينفع انما علم يتبعه عمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا عمل تربيه يعني الله دعا النبي محمد عليه الصلاه والسلام للعلم ثم دعاه للعمل والتربيه وقيام الليل واصلاح النفس وجهاد النفس ثم قال له يا ايها المدثر قم فانذر دعوه الدعوه تحتاج الى صبر ولربك فاصبر منهاج علم عمل دعوه صبر قال الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فهذا منهاج اولي في الاصلاح كذلك تجده في سورة العصر لمن لم يفهم هذه الأمور التي ذكرناها يقول هذه خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول طب اقرأ سورة العصر والعصر إن الإنسان لا لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصل بالحق وتواصوا بالصبر العلاج أربعة اثنان تصلح بهما نفسك واثنان تدعو بهما غيرك ما تصلح بهما نفسك إيمان وعمل صالح ما تدعو بهما غيرك التواصي بالحق والتواصي بالصبر أصلح نفسه يبدأ في إصلاح غيره عندما يريد أن يصلح غيره قال الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صبرك هينفد أطلب صبراً هتغني وتقول للصبر حدود اطلب صبرا لأن الطاء هنا في الآية للطلب ما قال له واصبر قال واصطبر عليها فهتطلب صبر ومع مين مع الزوجة ومع الأولاد مجاهدة النفس في وأمر أهلك بالصلاة والصبر لماذا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نارا ونار الدنيا ونار الآخرة علاج المنهاج طيب بعد هذا الوسع الدائرة وأنذر عشيرتك الأقربين أنا لا أريد التعليق أقول لك ماذا فعلنا مع الأسرة وماذا فعلنا مع العشيرة الأقربين لا إنما هذا المنهاج الذي تطلب ونذكره اختصارا يبقى بعد, بعد العشيرة قال له لتنذر أم القرى ومن حولها ومن حولها الحولية التي تأخذ القرى القريبة وتتسع حتى تشمل الأماكن البعيدة لتصل إلى تمام الدائرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكن كل ما ذكرته متحقق دكتور الآن يعني علماء ومؤسسات دعوية ووسائل إعلام تغطي مساحة العالم الإسلامي بأسره بل حتى خارج العالم على الإسلامي على العكس تقصد بل, ع... بل على الصواب يعني أقصد. بالهدم لا بالبناء كيف ذلك؟ أين منهج الإسلام؟ أين هذا المنهج الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين الإصلاح؟ أين الدعوة؟ أين أين ال... يعني مهمة كل إنسان؟ الدعاة موجودون لكن ليس بيدهم السلطان، هم يدعون إلى الله ويدعون إلى الحق ويدعون هذا إلى هذا أشرنا إليه في أسباب التفلت والمظاهر وكذا، لكن الآن نحن نتكلم عن علاج نرجو أن يكون موجودا، لكن إذا قلت لي هو في الواقع أنا أقول لك لا أخالفك في هذا، أين هذا الواقع؟ الواقع الآن هدام وليس بناء، قد يوجد من يكون بناءً، لكن كما قيل متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه قيل في الحكم إذا كان عندنا ألف بان فيكفي هادم وحد وحده خلفهم فكيف إذا كان عندنا ألف هادم خلفهم باني إحنا عندنا لكن ألف هادم قد يكون فيهم باني واحد بناء واحد ماذا يجدي هذا البناء الواحد وامامه الف هدام في حين يعني كما راينا في البيت الشعر يعني اذا كان عندنا الف باني يكفي هادم واحد لانه انت تبني عماره كم تستغرق من الوقت ومن الجهد وكذا وكذا ياتي بلدوزر او بالطريقه الحديثه في الهدم لحظات ويهدم ما فعلته في شهور او في سنوات طريقة الهدم سهلة جدا، الموجود الان هدم على طول الطريق وعرضها سبل الاصلاح الموجودة قليلة ومحدودة ومحصورة ومضيق عليها. نحن الان ما اتينا لمثل هذا البرنامج الا ونحن نرجو اصلاحا ونرجو ان نضع ايدينا على الخلل لنقوّم. طب انت قلت دكتور علم وعمل ودعوه وصبر على ذلك نعم على عاتق من تقع هذه المسؤوليه هذه تقع على عاتق كل الامه لكن ما بين فرض العين وفرض الكفايه لأن الله لما قال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل من أراد أن يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا منهاجه لكن إما من باب ولتكن منكم أمة مثلي ومثلك فتكون على سبيل فرض العين الدعوة بالنسبة لنا فرض عين كالصلاة طيب وغيري من العوام لا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ما لم تكن فرضا عينيا كانت فرضا كفائيا لكن ليس معنى أن تكون الدعوة او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا كفائيا في حق عامه المسلمين ان هذا على الدوام او مضطردا لا 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 لانه تفرض عليه في محيط مسؤوليته في البيت مع الزوجه مع الاولاد فرض عين في محيط العمل فيما يقوم به في حدود مسؤولياته في دائره م. ولايته فرض عين حقيقة دكتور يعني يعني أدركنا الوقت وأنا حريص على أن أترك لك دقيقتين تتحدث في جو من الحرية عن موضوع الحلقة مما لم تسأل عنه في أثناء هذه الحلقة. بارك الله فيك وفيكم آه نحن أمام قضية لها ما بعدها، قضية شائكة، قضية كبيرة جدا، قضية لا يكفي فيها حلقة ولا عشرة آه هي قضية تشخيص مرض الأمة نظرة للواقع وما أصابه من خلل وبعد عن الدين وتفلت وصل لحد يعني لا يرتضيه الإنسان البسيط العادي فضلا عن أن يرتضيه أن يرتضيه العالم أو أو المصلح أو كذا فالمسألة لا بد من تشخيص المرض لمعرفة العلاج ولا بد من تشخيص الداء لمعرفة الدواء ومن لم يستطع ان يشخص الداء لن يستطيع ان يصف الدواء وهذا هو الفرق بين الطبيب الحاذق والطبيب غير الحاذق لذلك نحن امام قضيه لها ابعادها ولها ما بعدها وينبغي على كل انسان منا ان يؤدي دوره على القدر الذي يستطيع كل منا في حدود ولايته وفي حدود مسؤوليته وفي حدود استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم كثير من الاشياء انا فقط اتكلم باللسان ولا املك تغييرا بغير اللسان وقل يعني هذا نوع من الجهاد بالكلمه جهاد بالكلمه كل منا لو ادرك مسؤوليته تجاه هذه المشاكل هذا الانفلات الاب والام والاخوه والحاكم والمحكوم حقيقه نحن جميعا ينبغي ان تتضافر الجهود لا. لنقف امام هذا الانحلال ليتوقف هذا السيل قبل أن يهدم قبل أن يهدم كل شيء وقبل أن يحل بنا عذاب الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم نسأل الله العفو والعافيه آمين شكرا جزيلا لكم العفو. دكتور شكرا لفض فوك على هذه المشاركه الضافيه مشاهدينا الكرام ختاما أشكر ضيفي الكريم الدكتور عمر عبد العزيز القرشي أستاذ العقيده ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا وأنتم كذلك أشكركم الشكر الأكبر على حسن المتابعه دمتم في حراسة الله